الملائكة شرسون ومأهولون، وكذلك أنا. خرندين عام 23. لم يحضر أي دروس الشهر الماضي. حسب معرفتي ربما. سلام يا صديقي. مرحبا. يفكر فيها ويعود إليها. أيها الناس، يود المحتسب تذكير جميع التجار بضرورة إبقاء الأوعية ومحتوياتها مغطاة للحماية من الذباب والحشرات. تعرفون أنفسكم، لا تدع الأوعية تلوث سلعكم وتفسد بضاعتكم. إنه يحل مشكلة الحكاية التي تواجهها مع ضرورة. إنني متأكدة من أن عندي أراهن على تفلق شجرة الصفصاف القوية. تسرني رؤية كنت أشاهد مساعد الأمير الفتى المغرور الذي من ميرو. إنه بارع وروحه صائب، تعلمت منه شيئا أو اثنين.
سيئة. أكثر مرة رأيته هذا القدر الكبير من التكليف. يبدو أنهم أمسكوا ببقية عصابة غرفة تلك. لقد أحصيت 12 رأسا جديدا. لقد قبضوا على مزور النقود في الطابق. الشخص الذي اكتسح السوق مبتسما مثل غلام صغير ومعه سلة مليئة بالمعجنات الحلوة. تبين أن الكتاب الذي عثروا عليه في برا ليس أليف أخليد. أشعر بالإرهاق كثيرا هذه الأيام. أقلها الجو جميل.
الجديدة ويصل إلى يجب أن يناره أحد عن طريق السعادة. يكاد يكون كأنه عندما أرى أولئك القوم يعملون أشعر بسرور أنني لم أتعلم القراءة قط. تلك المرأة عريب مشير ما تفعله. حصل على تلك الندبة من قتاله عملاقا لاحظت هذه المرة هذا الرجل لا يشبع. يا للذكاء ذلك المدعو سند شخص ذكي. الحمد لله. الحمد لله. يسرني أنك بخير. الحمد لله، أول إنجاز من عدة إنجازات في الطريق يا باسم. لا يسعنا إلا الأمل، فلدينا الكثير لإنجازه. بينما كنا نركز على الغول، استطلع فولاد المدينة بحثاً عن أماكن لتشييد المقرات فيها. عثرت على مساكن في 3 أحياء متواضعة. لقد وصل تابد ورفقة من ألاموت وانطلقوا إلى العباسية والكرخ. سأشق طريقي إلى الشرقية عاجلاً. وأنا سأنضم إلى رفقة في الكرخ حيث ينتشر الفساد كالهواء. تفقد بعض الأشياء التي يعمل عليها أبو جعفر وتعال للقائنا. ألقي نظرة يا باسم، قد يكون عندي شيء يهمك.
ستفيدني هذه كثيرا، أشكرك يا أحمد. إنه أبو جعفر. أنت تمزح. من حين لآخر أراك لاحقا يا أبا جعفر، اعتني بنفسك. وأنت كذلك.